بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكل حبايبي. فيديو جديد من اسلوب حياتي. فيديو النهارده من ضمن تجهيزات رمضان اللي كلكم بتطلبوها مني، رقاق الطري. هنعمله مع بعض النهارده بمنتهى السهوله وبمقادير بسيطه جدا جدا، وكمان هنعرف مع بعض طريقه تفريزه لغايه رمضان ان شاء الله عشان يكون جاهز معانا ونعمل منه وصفات كتير حلوه باذن الله. ويلا بينا نتابع الفيديو ونشوف المقادير وطريقه التحضير. بيكون معايا في المقادير هنا كيلو دقيق، بضيف عليه حوالي معلقة ملح، معلقة ملح، وحوالي معلقتين كبار زيت نباتي بالشكل ده. وبيكون معايا بقى مية عادية جدا، مش دافية ولا حاجة، من الحنفية. بنزل بقى تدريجي وعجن العجينة اللي معايا لغاية ما اشوف هتحتاج ايه من المية، تدريجي كده لغاية يعني ما نلاقي العجينة خلاص خدت كفايتها من المية. واحنا بنعجن بايدينا كده هنحس طبعا بالعجينة وما ننزلش بكمية المية كلها زي ما اتفقنا ومتعودين مع بعض. وخرجت العجينة بتاعتي طبعا من الطبق وعجنت فيها كده شوية، وهي اخدت حوالي كوبايتين من المية. طبعا نزلنا تدريجي لغاية ما نشوف الدقيق بتاعنا يحتاج قد ايه. وهي عجينة الرقاق بتكون عجينة متماسكة، يعني مش لينة ولا طرية ولا حاجة ولا بتمط ولا كده، يعني متماسكة متجمعة وحلوة يعني في نفس الوقت، بس ما بتمطش ولا حاجة، جامدة بالشكل ده. يعني ما نزودش المية الا تدريجي لغاية ما نوصل للقوام ده، مش عايزينها طرية قوي. وبنجمعها كده خلاص، كده اخدت كفايتها من العجن. عايزه بقى دلوقتي اشكلها لكرات متساويه صغيره. باخد مثلا الجزء كده، نعمل طبعا الحجم اللي احنا عايزينه او على قد الحجم مثلا بتاع الصواني اللي هنعمل فيها الرقاق الطري بعد كده، يعني حسب رغبتكم خالص. دلوقتي عايزه اقسم العجينه بتاعتي، عايزه اقسمها على 18 كره متساويه. يعني هقسم مثلا لجزئين، وكل جزء هقسمه على 9 أجزاء. خلاص قسمت كده العجينة اللي معايا كلها ل 18 كرة متساوية، وبظبط كل كرة كده، يعني كل قطعة باخدها كده واظبطها واعملها على اي كرة عشان يبقى سطحها مستوي. لما نيجي نفرد بقى كل رقاقة تبقى سهلة معانا في الفرد. ودول 18 زي ما بقول لكم، يعني هيدونا حجم الرقاقة حلو معقول كده. لو تحبوها اصغر من كده يبقى تزودوا عدد الكرات وهكذا. خلاص كده دلوقتي بقى لازم نريح كرات العجينة قبل ما نفردها ونبدأ نشتغل فيها بقى ونخبزها وكده. لازم نريحها كده حوالي نص ساعة او اكتر علشان تتفرد معانا بكل سهولة، ونبقى مغطيين سطحها كده بالبلاستيك علشان ما ينشفش. ولو هتريحوها مثلا على رخامة المطبخ او على اي مكان تاني ترشوا رشة دقيق من تحت، انما انا عشان حتى مفرش السيليكون ده مش هيلزق. بس لو مش السيليكون ده لازم دقيق من تحت علشان واحنا بناخد كرات العجينة ما تكونش لازقة. وهسيبها كده ترتاح وبعد كده نيجي نشتغل فيها تاني. ودلوقتي بعد ما كرات العجينة بتاعتنا ارتاحت حوالي نص ساعة، هبدأ بقى افرد فيها واحدة واحدة كده بسم الله، ونخلي الباقي برضو متغطي علشان سطحه ما ينشفش. دلوقتي هنفرد بقى بالدقيق. انا عملت معاكم الرقاق الطري ده قبل كده وكنا بنفرده بالزيت، دي يعني بقى بطريقة مختلفة علشان الفرد بالزيت ممكن يكون صعب على حد يعني، فاحنا هنفرده بالدقيق وبعد كده نديله مسحة من الزيت. هنشوف مع بعض ازاي. دلوقتي بسم الله بفرده كده طبعا ورققه بشكل دائري، هو مش هيبقى رقيق قوي يعني زي مثلا شرايح السمبوسك اللي عملناها قبل كده عجنتها، يعني مبيكونش رقيق كده زيها. بعد ما فردت كده اول واحده معايا بالشكل ده، باجي كده على سطحها بزيت نباتي وبمسح مسحه بسيطه كده. احنا سهلنا الفرد بالدقيق لان الفرد بالدقيق بيبقى اسهل من الفرد بالزيت. وبعد كده بنديها مسحه من الزيت علشان نضمن ان العجينه بقى تفضل طريه معايا، علشان ده طبعا رقاق طري. مسحه كده من الزيت على السطح ده.
بيكون معايا على البوتاجاز دي صينيه الومنيوم كده قلبها مسطحه علشان اسوي عليها، او ممكن صينيه فرن برضو تقلبوها، المهم حاجه كده مسطحه علشان نفرد عليها الرقاق بتاعنا او نخبزه بكل سهوله. دلوقتي الوش اللي كان عليه المسحه من الزيت هو اللي هحطه تحت بالشكل ده، بسم الله. والوش بقى اللي فوق هروح مدياله مسحه برضو من الزيت علشان لما يتخبز معانا الرقاقه وبعد كده يعني تدينا بقى الطراوه المطلوبه، الزيت بيطريها، انما لو سيبناها من غير زيت بالدقيق بس اللي اتفردت عليه بتكون طبعا ممكن تنشف معانا، اهي بتبدا تعمل فقاعات كده بسيطه يعني بتستوي. بنقلب على الناحيه التانيه على طول، بنلاحظ انها يعني احمرت اهي وخدت سوا. احنا طبعا مش مطلوب انه يقب ولا يبقى حاجه ولا حاجه، يعني هو مش خبز، احنا عايزينه طبعا رق واحد، مش هنسويه قوي ولا هنحمره قوي لانه بعد كده في مرحله تسويه تاني اما نيجي مثلا نعمله بقى في صينيه باي طريقه، بس كده كفايه عشان ما يحمرش قوي. وبفرد واحده كمان بنفس الطريقة، بسم الله. وندورها كده من جميع الاتجاهات علشان تدينا الشكل الدائري. بالشكل ده كده وادهن السطح ده الاولاني برضو بمسحة زيت. وبرضو اخبز احط الوش اللي في الزيت هو اللي تحت، والوش ده كده اديله مسحه. وطبعا درجه الحراره متوسطه، يعني بنسخن الصينيه في الاول كده كويس وبعد كده نخليها متوسطه واحنا بنخبز الرقاق بتاعنا، بس بالشكل ده. ولما تتشمع كده نقلب، هو مش هياخد اي يعني وقت في السوا لانه الرقايق معانا مش عجينه سميكه ولا اي حاجه، اهو بيبدا يستوي. وبس هستمر انا بقى افرد كرات العجينه واخبزها بنفس الطريقه، وطبعا اللي بيستوي معايا في فوطه مطبخ وبلفه كويس جدا علشان يحتفظ بالطراوه بتاعته عقبال ما اخلص الكميه كلها ويفضل طري يعني على طول. وخلاص دي كمان استوت اهي اهي حلوه كده قوي هشيلها. وده كده شكل رقاق الطري بعد ما خلصت خبز الكميه كلها وكنت لفها فوطه زي ما قلت لكم. وده كده شكله طري ومرن وجميل جدا، ونقدر طبعا نشكله ونعمل بيه اصناف كتير جدا. ممكن طبعا نحشيه مثلا اي حشوه هنحبها ونلفه على هيئه رول بالشكل ده، وممكن كمان نحشيه يعني زي الساندوتش كده نحشيه ونلفه زي الكريب بالشكل المثلث ده. وممكن كمان يتعمل طبعا صينيه باللحمه المفرومه اي او باي حشوه نحبها، طري وجميل وهينفع معانا في وصفات كتير قوي ان شاء الله. وبالنسبه بقى لطريقه تفريزه، يعني بناخد كده بنقسمه على مجموعات، كل مجموعه فيها عدد رقاقات على حسب عدد الرقاق يعني اللي هتستخدميه في كل صينيه، وبناخد كده المجموعه ونلفها رول ونغلفها بالبلاستيك الغذائي كويس جدا، او نلفها نصين يعني نتني كده الرقاق نصين ونغلفه برده كويس ونحتفظ بيه في الفريزر. بيفضل في الفريزر لغايه 3 شهور ما بيجرالوش اي حاجه، يعني من دلوقتي لو حضرناه واحتفظنا بيه في الفريزر لغاية رمضان ان شاء الله هيكون حلو معانا جدا، ونكون خلصنا يعني من الخطوة دي وحضرنا حاجة من ضمن تجهيزات رمضان. وبعد كده بنطلع كل مجموعة كده هنشتغل فيها نسيبها تفك تماما، وبعد كده بقى نشتغل فيه ونعمل بيه الوصفة اللي احنا نحبها، جميل جدا. وبعد التفريز كمان ان شاء الله لما يفك هيفضل طري كده بنفس القوام ده. وعايزه اقول لكم ان عملت قائمه تشغيل بعنوان تجهيزات رمضان 2018، هسيبها لكم ان شاء الله في نهايه الفيديو ده في شاشه للي يحب يشوف الفيديوهات السابقه اللي عملناها، والفيديوهات كمان اللي لسه هعملها ان شاء الله الخاصه بتجهيزات رمضان تكون كلها متجمعه في قائمه تشغيل واحده، كل ما تحتاجوا حاجه تلاقوها فيها ان شاء الله.
وان شاء الله كده طريقه الرقاق الطري دي تعجبكم وتعملوه بقى من دلوقتي وتكونوا خلصتوا من الخطوه دي، ويتعمل معانا بكل سهوله زي ما شفنا. ونتقابل على خير باذن الله، فيديو جديد، مع السلامه.